في مصر تحديدا تعددت المرجعيات، يعني الناس بتتابع السوشيال ميديا وبتتابع التلفزيون وبتتابع الائمه على المنابر، المرجعيات كتيره جدا. في راي حضرتكم ما هي المؤسسه او ما هي المرجعيه الاصيله في مصر اللي يقدر الشاب بكل يقين يتلقى منها معلوماته وياخذ منها اسئلته دون تردد؟ الازهر الشريف ودار الافتاء المصريه دون تردد قولا واحدا. ولكن اين تكمن المشكله؟ تكمن المشكلة في ثلاث جزئيات، معلش طولوا بالكم شوي معي فيها. الجزئية الأولى أن في على مدى 30 إلى 40 إلى 50 السنة الماضية تشكل ما يمكن تسميته بالدين الموازي اتجاه الإسلام الحركي والإسلام المتسلف، يعني المتسلفة والحركيين الإسلاميين الإخوان وغيرهم أنشأوا مؤسسات قامت على أساس الحط من قدر المؤسسات المعتمدة. هذا ليس في مصر في الأزهر فقط، هذا عندنا حصل في بلادنا في اليمن، حصل في المغرب، حصل في الإمارات، حصل في الهند، حصل في إندونيسيا. التنظيمات الإسلامية الحركية السياسية تدرك أنه ما دام يوجد هناك مرجعيات موثوقة لدى الناس يرجع إليها، مؤسسات موثوقة، يصعب عليهم أن يدلسوا الديانة على البشر. في الصومال هذا يعرف حصل هذا الكلام، فيعمدون إما إلى التخلص الجسدي بالتصفية بالقتل أو الاغتيال المعنوي. هذولا مؤسسات تبع الحكومة، هذولا علماء السلطان، أمثال هذه من العباد. فيوجد ما سمي بالدين الموازي الذي استهلك إلى درجة الآن في وقتنا فقد الكثير من الثقة به، فهو فقد الكثير من رصيده من الثقة. في نفس الوقت أصلاً أسس الجيل على عدم الثقة بالمؤسسة الرسمية أو المؤسسة المعتمدة، وبالتالي أين يذهب؟ هذه الحيرة الموجودة. هذه النقطة الأولى، الإشكالية الأولى، وهي التشويه المتعمد المتراكم على مدى العصور. الجزئية الثانية أن المؤسسات المعتمدة التي كنا ولازلنا نثق بقوة مرجعيتها العلمية، ليس كل من فيها، وأنا هنا مؤدب أحاول أن أكون مؤدبا ودقيقا، ليس كل من فيها يتقن لغة مخاطبة الشباب. يعني إيش لغة مخاطبة الشباب؟ ليس فقط اللغة العربية الفصحى من عدمه، لا، أي المواضع التي هي محل اهتمام الشباب، القدرة على استيعاب إشكالات الشباب وأسئلة الشباب. أعترف لكم أننا في حاجة إلى زيادة تطوير فيها، وهذا يحصل الآن. دار الإفتاء المصرية الآن تقطع أشواطاً كبيرة في ذلك، الذي يراسلهم عبر الإنترنت الإيميل أو الذي يذهب إلى هناك، لا سيما القسم الخاص بأسئلة الشباب العقدية، خصصوا قسماً للإجابة عن أسئلة الشباب الذين لديهم شكوك أصلاً في الدين، الإشكالات الإلحادية وغيرها. وهناك من المشايخ من لديه سعة أفق وقدرة على التعامل، على الأقل من لقيته منهم. ففي شيء من التطوير يحصل، لكن هذا ليس بكافيا، لا زالت الناس تعمل عليه. المشكلة الثالثة، قلنا المشكلة الأولى كانت إيش؟ تشويه الدين الموازي. المشكلة الثانية كانت إيش؟ مستوى الاستيعاب. المشكلة الثالثة أن الكثير منا عندما يرجع إلى المؤسسات المعتمدة يأتي بهوى، فإن أجابته بما يريد وإلا قال لا ذول مش فاهمين حاجة، يعني يتكون الفتوى على هواي، يا الناس دول مش فاهمين حاجة. طب يعني عبادة الله هي أن تترك ما تريد لما يريد، ليست المسألة أنا أبحث عن من، يعني حكم الله جاء ليقرر لا ليبرر. هناك فارق كبير بين من يسأل ليبرر ما هو عليه ومن يسأل ليقرر كيف ينبغي أن يكون عليه. الصادق مع الله يحاول أن يسأل ليقرر كيف يكون. لا أقول بذلك أن يأخذ الكلام خلاص مسلم ويمشي، إذا لم يقتنع يسأل يقول أنا ما اقتنعت، لا أنا عاوز أفهم الحتة دي، لا هذا الدليل ما اتضح لي، طب هذه اسأل كما شئت. لكن في النهاية إذا اقتنع عقلك ولم تقبل نفسك أصبحت معركتك أنت مع نفسك، تحتاج فيها إلى مجاهدة.